نروح بقى للصحافة الرياضية وبقر جريدة اليوم السابع اللي متواجدة فيه زميلتنا العزيزة روزان نصر عشان تطلعنا على آخر الأخبار وأهم المانشيتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، واللي منهم خبر يعني قد يثير قلق الكثير مننا. يعني الحقيقة يعني تقارير بتقول إن ليفربول لن يتمكن من تجديد عقد محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو. احنا طبعا اكيد يهمنا نعرف التفاصيل حول هذا الامر. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة اليوم السابع. هنبدأ فيها بخبر من يعني جريدة الشروق بمبدأ المعاملة بالمثل، جماهير الأهلي تحضر مباراة وفاق سطيف بدون تذاكر. أكدت تصريحات تلفزيونية أن بعثة الأهلي وجدت استقبال رائع من مندوبي وفاق سطيف الجزائري، وأكدوا على أن الأجواء في الجزائر إيجابية جدا ومشجعة، موضحين كمان أن بعثة النادي الأهلي في حالة تركيز شديد على المباراة وغير معتمدين على نتيجة مباراة الذهاب، والأمن قرر دخول الجماهير المصرية للمباراة بدون تذاكر قياسا طبعا على مبدأ المعاملة بالمثل الذي لاقته الجماهير الجزائرية في مباراة القاهرة. من موقع اليوم السابع، يوفنتوس يسعى للثأر من الانتر في قمة نارية بنهائي كأس إيطاليا. يسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على الانتر من أجل الخروج بلقب من الموسم الحالي وتعويض طبعا خسارة كأس السوبر في يناير الماضي، وضمن فريق يوفنتوس مقعده في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الحالي برصيد 69 نقطة. وفي المقابل أكيد سيقاتل انتر ميلان إلى تكرار فوزه على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا وحصد اللقب. من الشرق الأوسط، سيتي لتأمين الصدارة على حساب ولفرهامبتون، وليدز وإيفرتون للابتعاد عن الخطر. تقام اليوم طبعا أربع مباريات مصيرية في صراع على لقب الدوري الإنجليزي. مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون أو تفادي الهبوط للدرجة الثانية، كما إيفرتون عندما يحل ضيفا على واتفورد، وليدز يونايتد مع تشيلسي، بينما ستكون مباراة ليستر سيتي مع نورويتش هامشية لضمان المركز الأول المكان الأول بواسطة الجدول وتأكد هبوط الثاني. خبر مهم جدا الحقيقه كريم. واخيرا من بوابه اخبار اليوم، ليفربول لن يتمكن من تجديد عقود الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو. اوضحت تقارير صحفيه ان ليفربول لن يكون قادرا على الاحتفاظ بالثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو سويا، واضافت التقارير ان ليفربول مطالب بتعديل الاجور للحفاظ على النجم طبعا محمد صلاح، والذي يطالب حاليا بمبلغ كبير جدا. وبالتاكيد لن تكون مطالب طبعا ساديو ماني يعني بعيده عن الأرقام الكبيرة، ولكن تحديد الرواتب يعتمد على نتيجة طبعا المفاوضات مع محمد صلاح، يعني هو الأهم طبعا عندهم. دي كانت كل أخبارنا من جريدة اليوم السابع، بشكركم وعادة وليكم مرة تانية في الاستوديو. نشكرك يا روزان على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة، شكرا جزيلا ليكي.